أسوأ شيء إن الإنسان يموت وتظل سيئاته بعده مستمرة. تعرف ده بيكون إزاي؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. يعني أنت لو علمت واحد خير فطول ما هو بيعمل الخير ده هو بيعلمه كل ده في ميزان حسناته، ولو علمت واحد شر فكل ما هو بيعمل الشر ده هو ويعلمه وينشره فهو في ميزان سيئاتك. فلا تدل الناس على الشر. واحد فعلا والله يقول لنفسه كفاية سيئاتي، ربنا يعفو عنا فيما ارتكبنا من سيئات، لكن أنت تموت وتترك من ورائك السيئات تجري في ميزان سيئاتك. بالعكس بقى، ان لو واحد علم واحد مثلا الخير، واحد علم واحد قراءة القرآن، واحد علم واحد سورة الفاتحة التي يقرأها الناس في كل ركعة، إلى أن يموت هذا الرجل كل آية يقرأها من سورة الفاتحة في ميزان حسنات من علمه، فخير عظيم جدا.